السلام عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في الطريق الرابطه ما بين بركان وشريعه، طريق ديال الاكلين، بناء قنطره جديده في هذا المكان هذا كما كتشوفوا. هذه القنطره الجديده اللي راهم يبنيوها في هذا الواد، ها هي دايره تقريبا شهر وما جبدين فيها، وراه مازال عاد كما كتشوفوا. أشغال مستمرة، السلام عليكم، الله يعاون، تبارك الله عليكم، كل شيء بخير مزيان، الله يبارك فيك. فوقاش فين اللي بداو يبنيو في هالقنطرة؟ شي شهر واقيلا ولا أكثر هيك؟ تبارك الله، أخويا بني صحيح تبارك الله، أنتم تشوفوا، الله يبارك، الله يعاونكم. امين يا رب العالمين. هذه قنطره راهم يبنيوها في هذا المكان، الطريق الرابطه ما بين بركان وشريعه، طريق اكليم. اللهم بارك، تبارك الله. انت يا الخدمه ديالك وهي في رايور ياك؟ مختص في الحديد، الاختصاص ديالك الحديد. سيدي الله يعاونك، راك معنا على البث مباشر، نخليوها ذكرى باش مره مره نتفرجوا لها ياك. الله يبارك. عبد اللطيف القنوري، انا ان شاء الله اللي تنشر في القناه عبد اللطيف القنوري. الله يحفظك، بارك الله فيك، وتحياتي للاخوان، تبارك الله عليكم. هذاك غير الاولى ياك؟ غادي يدير وحده اخرى هنا؟ لا، هذيك وحده غادي يدير وحده الزوجه. لا، هذاك هو التالي كاع. هانتوما تشوفوا يعني يديروا الحديد، السبيكه ديال الحديد، ويضاليوها الفوق، وهنايا لتحت راها هاوده، شوف تقريبا واحد 3 متر ولا لتحت، تحت الارض، وفيها جوج ديال الفتحات، فتحه منه وفتحه من لهيه. هاد الطريق هادي داروها باش يفوتوا السيارات، هاد الطريق هادي راها غير مؤقته، الطريق هذه مؤقتة كما كتشوفوا. مبقى لناش بزاف البركان، واحد سيدي واحد 7 ديال الكيلومترات تقريبا ولا 8 ديال الكيلومترات البركان. هانتوما تشوفوا الطريق الرئيسية، إن شاء الله غادي تكون هي هادي، هي الطريق الرئيسية اللي غادي يفوتوا بها، غادي تجي نيشان وتفوت منا على حسب، راهم عاد يصاوبوا القنطرة. انتما تشوفوا بالنسبه للشراعه، من الشراعه باقي واحد 5 كيلومترات. هي آلة الحفر، راه مازال ما يديروا البيطون عاد، راه ما عاد في الحديد، ما يديروا عاد الحديد، مازال ما داروش البيطون. هانتوما تشوفوا راه الشمس، هنا غادي يكون البيطون، هنايا البيطون، وهذا الواد راه فايت هكا في وسط الجنانات. الواد هو اللي كان كيدير شويه ديرونجمون، كان فايت.